هلا رح نروح لقطر مع رسام لبناني رفع اسم لبنان عاليا، كل دول العالم اليوم بالمونديال عم تتعرف على غسان محفوظ اللي اسمه سابقه اكيد، غسان موجود بقطر من بداية شهر مونديال، رح نشوفه وين واقف. لا غسان ليكي ملا 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 منظر، شكرا يا غسان على هالمنظر بالاول، صباح الخير. ثانك يو، صباح الخير، صباح الخير لك عبدو ولزميلتك ريتا ومشاهدين او تي في. اشتقنا لك اي والله اشتقنا لك يا غسان، كمان كنا نتابع انا بالاكثر حقيقه نشيل عبر الاو تي في. مزبوط الله يخليك غسان، قلنا شو عم تعمل هلا بقطر، اكيد مش بس عم بتتابع المونديال. صحيح، انا بمعرض دعيت من قبل دوله قطر، من قبل اللجنه العليا للمشاريع والارث يلي هي بتمثل دوله قطر، تكون مشارك طيله فتره المونديال. انا لليوم بيكون صار لي 36 يوم بقطر، فعم بشتغل على اللايف، برسم لايف من قلب الحدث. نعم. وبكون عم بعرض اعمالي معروضه ضمن معرض، وعم برسم بشكل يومي من قلب ميناء الدوحه القديم يلي هذا المطرح يلي عم نشوفه حاليا. انا متواجد فيه من اول ما وصلت على قطر. يعني هودي الصور اللي وراك هن اذا فينا نقول السفن، الاوتيلات، الفنادق؟ صحيح، ام اس اللي هن السفن العائمه الضخمه. صحيح. اللي هي استقطبت مخصوصه كرمال المونديال لحتى خبرنا شو انواع الرسومات يلي اليوم عم بت، يعني هل هي مناظر طبيعيه لقطر، هل هي شخصيات، شو عم بيكون شيء من المونديال؟ يلي عملته عبده هو من خلال التام يلي انا بشتغل عليه، اللي هو تكعيبي هالاشكال اللي فيها الموسيقى والالوان والاعمال اللي مؤخرا كنت عم بشتغل عليها. اللي عم بعمله هو عم دخل الحدث اللي هو كأس العالم، هذا الحدث المهم، رموز هذا الحدث عم تدخل ضمن لوحاتي. من خلال هاللوحات اللي هي الكيبيزم يلي بتتميز بالخطوط اللي لها اوتلاين اسود بكل المطارح، بنفس هذا الجو عم بخلق اشياء خاصه بالمونديال، وبشكل خاص الشعار المونديال يلي استعملته كانه هو جيتار عم ادق عليه عم نشوفه هلا. نعم صحيح، واستعملت كمان الشعار بمطرح من المطارح كانه عم تنفخ فيه بالون، بوالين اللي بننفخهم البابلز، بس هي عم تكون كلعيب يلي هو كيف ما تبرم بقطر بتشوف مزينين فيه شوارع قطر. فدائما الاعمال عم تكون من الرموز يلي هي خاصه بالمونديال. كم لوحة صوروا لحديت هلا من 36 يوم لهلا؟ تقريبا كل حوالي اليومين او ثلاث ايام كنت عم بعمل لوحة. وفي لوحات بالاضافة لهول، هي لوحات بالمشاركات المباشرة، يعني كان عندي حلقة خاصة مع تلفزيون قطر، فكان في لوحة مباشرة. كان عندي حلقة مع تلفزيون الجزيرة كمان، بي ان سبورتس كمان كان في لوحة مباشرة انعملت. ففي عدد كبير من اللوحات بنعرف انه الشعب القطري ذويق بهيك لوحات، يعني بحب اللوحات دائما، بحب الرسوم، بحب الفن. صحيح، واللي حبوه اكثر انه انا قدرت من الستايل الخاص يلي اللون يلي عم اشتغل عليه فوت قطر، واذا بدك فوتها بطريقه يعني بمطارح ارسم بنت يكون شعرها هو العلم القطري، فكان افكار حلوه هيك لذيذه وفيها كثير الوان كثير بتشبه المطرح. مبينين باللوحات اللي عم تفرجينا اياهم قديش في الوان. خبرني انت مع اي فريق بالنهائي بكره الاحد، مع ارجنتين او فرنسا؟ انا مع فريق فرنسا. مع فرنسا، وهذا القرار اخذته مؤخرا، يعني لانه انا اصلا ما كنت مع فرنسا، بس من بعد ما وصلوا لهالنهائيات صرت يعني مع الرابح. انا معك بهذه الفكره قصيص، اكيد مع الرابح. رح نشوف شي لوحه للمونديال، يعني للملاعب، للعيبه. حد عم بيطلبني بالرجي شو يشوف صوره ميسي. لا، ما فت باشخاص او باشياء هالقد محدد، كان شوي الجو عام لحتى تكون الموضوع بيعني كل قطر، بيعني كل القطريه. واللي صار عبده انه كل اللوحات اللي رسمتها يلي هي تعني تحديدا هالموضوع هي لوحات بطلت موجوده عندي، يعني تملكوها الناس واشتروها. يس نعم.
من خلالك بدنا نشكر طبعا قطر ومسؤولية وشعبها على التنظيم الرائع يلي كان بهذا المونديال، عن جد شيء بيرفع الراس لألون، وطبعا على الأجواء يلي نقلوها وفرجوا قديش في قيمة مضافة عند قطر والدول العربية بتحضير هيك يعني إيفنتات عالمية جدا. شكرا لقطر. عندك شيء بعد بدك تضيفه غسان؟ صحيح عبدو، هذا الشيء اللي قلته انا، كنت هذا السؤال اللي سالته بالجزيره امبارح تحديدا، انه شو اللي لفتك اكثر شيء؟ قلت لهم انه قطر هي قد لبنان تقريبا اكبر شوي، ودوحه هي قد بيروت، يعني اكبر من بيروت شوي. كنت انا خايف انه هذا العدد هكم الهائل من العالم كيف بدها تقدر تستوعبه وكيف بدها تنظمه، لانه كنت عم شوف كل دقيقه 7 طيارات عم تنزل بقطر، وانا قاعد بمطرح الطيران من حد مني كنت عم شوف بكل دقيقه 7 طيارات. واو كثير فظيع. فاللي شفناه على الارض مش معقول، يعني كل مترين بتشوف حدا عم واقف وعم يدليك وعم بيساعدك، التنظيم هائل 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 جدا. فانا بدوري كمان بقدم شكري لدوله قطر على الدعوه اللي دعيتني اياها، وعلى هالشيء الرائع يلي حقيقه ببيض وش كل العرب كل الدول العربيه. شكرا لك غسان محفوظ الرسام اللبناني اللي موجود حاليا بقطر، شكرا لك.